بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللي يرجع الإنسان إلى عالم الغيب والشهادة رب الأرباب، والذي يتكلم مع الإنسان اليومي هو رب الأرباب. وفي هذه الآية المباركة نقطتان، نقطة عامة ونقطة خاصة. هذه الآية المباركة نزلت بحادثة وهي حادثة تبوك، لما الروم أرادوا أن يغزوا المسلمين وصل الخبر إلى النبي فجيش النبي. عدد المشركين عدد الروم كان 40,000، النبي لما نادى أصحابه صاروا 30,000، 10 خيالة و20,000 رجالة يمشون على رجليهم. كان ذاك اليوم أيام صيف، وهاي عدة وعدد ثقيلة وعظيمة وكبيرة وتحتاج إلى قيادة وطاقة. وطووا الفيافي، وهناك أمير المؤمنين وضعه النبي في المدينة، لأن كانت أكو محاولات لإنقلاب عسكري. الآن إحنا بعصر بيننا وبين النبي 1400 سنة ونتعجب أكو ناس أتباع للباطل. ليش 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 نتعجب؟ بزمن النبي راد يصير انقلاب عسكري، بزمن النبي على النبي وعلى الإمام علي انقلاب عسكري. يجي واحد يقول شلون بعد النبي صار انقلاب شبه العسكري على الإمام علي وأخذوا الخلافة؟ ما ممكن. تعال وينك عن هاي النقطة؟ بزمن النبي راد يصير انقلاب عسكري والنبي موجود. ولولا السماء يسند النبي من لأختيل النبي والنبوة في مهدها الأول، كان اختالوا النبي وانتهت القضية الإسلامية وراحت. لكن الله كان ينبئ النبي، كان يخبر النبي، كان يحذر النبي. يجيبون للنبي شات مسمومة، الله ينزل له جبرائيل يقول له اقرأ عليها كذا، اقرأ عليها، قرأ عليها. يجي واحد ذو عين حارة يقف في باب الجامع يتكلم كلمات يريد يضر النبي، ينزل جبرائيل يقول له اقرأ كذا. الله كان يبرى للنبي، حصن النبي، ينام النبي الله يخلي ملائكة حرصة فوق رأسه، إلى أن وصلت الرسالة إلى هالمستوى. هذا أمير المؤمنين عليه السلام اجوا لناس قالوا له يا علي استخفافا بك تركك رسول الله بالمدينة جليس النساء والأطفال. الإمام علي لا يشك في هذه القضية أبدا، ولكن أراد أن تبقى صورة للإنسانية، للمؤرخ، للكاتب، للقاري، للمثقف، اللي يهم الدين تبقى إشارة. قال لا يا علي، أنت مني بمنزلة رأسي من جسدي. الرأس شي يمثل من مكانة للإنسان، الهوية، هوية. أنت يا علي هويتي وأنا رسول الله، أنت هويتي. جاء النبي، سمي ذاك الجيش جيش العسرة لأن تحمل مصاعب متاعب. وقف هناك الجيش، وقف في تبوك. تبوك منطقة حدودية بين الشام وبين الحجاز، منطقة مرتفعة. وقف هناك الجيش، الروم سمعوا أن المسلمين إجوا، والمسلمين لهم أخبار ولهم انتصارات جيدة. فهذولا لما سمعوا المسلمين جايين وطووا هاي الفيافي كلها، إذن ذولا مستعدين، إذن ذولا ناس أقوياء، إذن ذولا ما ممكن أن يندحرون، ما ممكن أن ينهزمون. تراجعوا وأرسلوا إلى النبي
قالوا له يا رسول الله شائعة كانت، احنا ما اجينا. بينما اوحى له الاله قال له استعد يا رسول الله. النبي رجع، نزل قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. انتم اللي كنتم تلعبون بالوجهين، وجه يم رسول الله مؤمن ووجه بقفى رسول الله شرير، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله سيرى عملكم والمؤمنون سيرون هذا العمل. الله هنا تبارك وتعالى لا يتكلم عن البديهيات، خل أقول لك، الله ما ينزل آية في أمر بديهي. شنو البديهي في هاي الآية؟ أكو في الصورة بديهية، هاي شبهة لابد أن ترتفع من الآية. الإنسان لما يصنع عمل، لما يعطي، لما يتصدق، لما يسامح، يصير فد عركة، يطيح واحد، تنكسر إيده، تنكسر رجله، يجون اللي يقول لهم هاي طايحة، هاي شافوها المؤمنين لو ما شافوها، شافتها الوادم لو ما شافتها شافتها، بعد هاي هم تريد ينزل بها قرآن؟ الأشياء اللي يراها كل إنسان هاي ماكو داعي إلى أن ينزل فيها قرآن. إذن القرآن يتكلم عن أعمال خفيت على الناس، لا يتكلم في البديهيات. الآن أكو رأي من الآراء يقول إيه نعم، إن المعنى هنا أن الإنسان بما كسب رهين، المعنى هنا أنه الإنسان لما يصنع خير خيرا يرى، لما يصنع شر شرا يرى. اللهم اغفر للذنوب التي تنزل البلاء، مو لولا، اللهم اغفر للذنوب التي تحبس ماذا؟ الدعاء. إذن هذا اللي ينحبس دعاءه يشوفون الوادم بأن بعد شنو يدعي، ما يدعي الله سبحانه وتعالى ما يستجيب له، يشوفون ينزل عليه البلاء، خو ما نزل البلاء بلاش. إذا شوف لك واحد مؤمن مصلي صايم متقي خايف الله ينزل بلاء عليه، هذا ارتفاع درجة، إن هي البلاءات نزلت على الأنبياء. بس يشوف لك واحد مكسر مخربط ينزل عليه البلاء، هذا انتقام ينزل عليه. فلا يراد في هذا الرأي، لا، وإنما يراد في هذه الآية، المعنى الذي يراد في هذه الآية ما خفي على الناس، العمل اللي خفي على الناس يعلمه الله ويعلمه الرسول ويعلمونه المؤمنون. هنا أي مؤمن يعلم هذا العمل؟ هاي النقطة الخاصة، تكلمنا في النقطة العامة، وهي النقطة الخاصة نتكلم فيها. احنا عندنا كل من قال لا إله إلا الله وقرب النبوة وقرب الإمامة يصير شنو؟ يصير مؤمن. زين، المؤمنين أو المؤمنون ينقسمون إلى قسمين، إلى قسم عام وقسم خاص، إلى قسم رعية وإلى قسم قيادة. هو قسم الرعية أنا وأمثالي وسائر الناس، إحنا ذولا قسم رعية، إحنا من المؤمنين إن شاء الله، من المؤمنين، وإن كان الإيمان ليس بالهين، وإن كان الإيمان ليس لغلقة لسان، وإن كان الإيمان ليس فقط مظاهر التعبد اللي هي الصلاة والصيام والذهاب إلى قبر سيد الشهداء وكذا، هذان مطلوبات، لكن مو هذا المقومات الإيمان الحقيقي. مقومات الإيمان الحقيقي إذا اقتدر فعف، وإذا استطاع فعفى، إذا ظلم وأنصف، إذا سلط ورحم، إذا تملك وعدل، هذا مؤمن. يجيك واحد مصلي ليل ومصلي نهار وماشي ليل وماشي نهار، وتجي وتلقاه المظاهر التعبدية كلها واضحة عليه، سبحته وتربته ومسواكه وسويكته وكذا وإلى آخرها،
بس هو بأقل امتحان يروح، ولا كأنما هذا فلان اللي كان كذا. وإذا محصوا ماذا قل ياهم؟ قل مو ليشربون خمر ولا ليبوقون ولا أهل الإغمار ولا أهل الكذا ولا الحرامية ولا لا، الديانون المتدينين هذول إذا يشتغل عليهم المنخل واوي لا تطيح ناس ما كنت تظن بيها، وتثبت ناس ما كنت تظن بيها، وأكو مواقف صارن وشفناها بعيوننا. أكو ناس كانت مع سيد الشهداء في كربلاء، لما شافوا تحاطر قالوا له اعذرنا يا ابن رسول الله، احنا عندنا يهال عندنا نساء عندنا كذا نريد نرجع. أكو ناس في كربلاء عاركت في الحملة الأولى حملت وجرحت واستأذنت الإمام الحسين وراحت. الامتحان، والامتحان لا يفوز لا ينجح به الإنسان هكذا شباب، لعله لقمة واحدة تخسر الإنسان الامتحان، لقمة واحدة. العلامة المجلسي، وأنا راوي هاي الرواية هنا، العلامة المجلسي يصير عنده ولد شباب يشب، يجيبه ويجي للجامع للمسجد، بعد ما يصلون يخلصون هذا الولد يطلع وياه توه بادئ في سن التكليف، يجي ياخذ له شوكة يجي للجود. قبل كانت الناس تتوضا بالمساجد بالجود، جود يخلون جود جودين ثلاثة. فهذا اجى ابن العلامة المجلسي وزرف الجود وصب الماء، جاب الوليد واجى العلامة المجلسي الأمة قالها تعاي من شان عندي انا حفظت من اجاك السويت؟ قالت لا انا ما سويت. قالها عيد الذاكرة؟ قالت لا اي نعم، في يوم من الايام انا رحت تجارتي طلبت حاجة فلانية كان الرمان واصل واشتهيت رمان وانا حامل، سحبت القصن كذيت الرمانة عصرتها مرتين ثلاثة مستصيت منها قليل من الماء وتيهتها. قال هاي النتيجة، لعلها لقمة واحدة أو كلمة واحدة يوم من الأيام نمشي بطريق وياي شاب قال سيدنا من تحجون على المنابر أو تهدون واحد أو تسولفون على واحد كلش ديروا بالكم. قلت له ليش؟ قال أنا يوم من الأيام واحد من أقاربي حجالي حجاية حجاية حجالي مرتي زوجتي ما سرعتها خلفه حجة حجاية واحدة، قال لي زوجتك مثل فلانة بنت آل فلان ذني ريس ما يصير عندها خلفه. قال هاي ظلت بالي دور يوم ويومين وثلاث وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية، وشفتها تستفحل الكلمة عندي تستفحل بقلبي تستفحل بوجودي إلى أن الكلمة رسمت لي طريق أطلق البنية، لا لها ذنب لا لها كذا، لكن كلمة رسمت لي طريق إلى أن اختمرت عدي الفكرة جبتها لأهلها قلت لهم بنيتكم طالق. شيني ذنبها؟ قلت لهم ما أريدها. قلت له زين، قال تزوجت ما صارت سنة الزمان هي تزوجت هي هسه عندها أربع جهال وأنا الهسة ما والهسة ما عندي جهال، كلمة واحدة شنو صنعت؟ يحتمل الإنسان كلمة واحدة حاكي يم واحد لكن ضارة فالضرر كهذا الضرر ضرر عظيم، أو ما كل لقمة واحدة، أو يوم من الأيام صاير مع الظالم على المظلوم. وعين الله جل وعلا ما تغمض، عين الله مشبوحة وتباوع على المظلوم. يا أبويا دير بالك دير بالك. يجي واحد للإمام الصادق يقول له سيدي أنا بعسكر بني العباس أداوم، أنا جدي جيش بني العباس
الراتب الآخذ حرام حلال، أنا أو أنا مثاب أنا مذنب. قال له أنت سألتني، أنا ما راح أعطي الجواب الخاص بيك، أنا راح أعطي جواب غير جواب، أنت راح تأخذ جوابك. قال له شني؟ قال له لا، إذا واحد قال بني العباس خوش ناس وواحد قاعد هز راسه، لا قال إيه لا قال لا بس هز راسه، وهي علامة تأييد، هذا مذنب، هذا يحشر معاهم، مو أنت اللي بعسكرهم وتدافع عنهم وتأخذ راتبهم. الإنسان يفكر الحكي ثرثرة وهالشكل وينتهي ويروح، لا، إذا محص الديانون تساقطوا، ما يثبت إلا القلة القليلة. زين هاي كلها، هاي كلها من المؤمنين، إيه نعم من المؤمنين، لكن أكو فريق من المؤمنين ذول قياديين، ذول اصطفاهم الله. خل أقول لك، أنت هم من المصطفين، أنت هم من المصطفين. ليش؟ روح الآن أنت للهند، شوف إش كم مليون يعبد البقر، شوف إش كم مليون يعبد الجريذية، شوف إش كم مليون يعبد، وهكذا عبادات عجيبة. اذهب إلى الهندوس، اذهب إلى البوذية، ذول البوذية يجي ما أدري 3000، ليش مرة قريت كيلومتر، ما أدري 10000 كيلو، والله ما أدري، بس أكثر من 1000 كيلومتر يجون مشاية البوذا يجون، وشلون يمشون؟ ما يمشي هالشكل مستمر، مشي مستمر، لا يمشي ويذب روحه على القاع، يزحف شوية ويقوم، يمشي خطوة ويذب روحه على القاع، يزحف شوية ويقوم، وهكذا 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر إلى أن يوصل البوذا. هو بوذا شنو؟ خرطوم، فيل، عيون بقرة، إذانات مدري شني، فد عقيدة وفد راسخة وفد. إذن أنا وأنت من المصطفين، إن الله جابنا جل وعلا خلانا من أهل لا إله إلا الله، لا مو بس هاي، بل من أتباع المولى أمير المؤمنين، أتباع الحق، أتباع الدليل. إذن إحنا من المصطفين، إحنا اصطفانا، لكن إحنا مو قياديين، إحنا مو مؤمنين قياديين، وإنما المؤمنين اللي الله يخصهم في هذه الآية أصحاب القيادة، اللي الله تبارك وتعالى فرض علينا مودتهم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، شنو؟ هم القربى. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم، هذول المؤمنين، هذول الذين يرون الأعمال. الآن أي أعمال يرونها؟ إحنا قلنا فصلنا الأعمال اللي يشوفونها أعمال المغيبة، الله زودهم بطاغة، أعطاهم طاغة الله تبارك وتعالى حتى تقدر ما تدرجها في مدرج الغيب. إحنا الآن عندنا العرفاء العارف، الرجل العارف إذا إجال واحد مذنب يرى ذنوبه على جبينه، أصلاً يشوفه آدمي ذيب سبع خنزير، شوفه نتيجة أعماله، هذا إمام، هو مو إمام يشوف هالمستوى هذا. إذن الإمام ممكن أن ماذا؟ ممكن أن يرى ما لا أراه أنا. يدخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام، يقول له يا ابن رسول الله، ما معنى قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ قال له الرسول النبي، قال له والمؤمنون ياهم، قال له المؤمنون إيانا عنا. الآن الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول يعرض عملكم علينا في كل يوم، في كل يوم يعرض عمل الإنسان على الإمام المعصوم. هاي النقطة المهمة، ما أريدك تتعب، أريدك توصل وياي إلى هاي النقطة وانت نشط، لأن فائدة هذا البحث مالنا وسوالفنا هالنقطة هاي، إن الله تبارك وتعالى يأخذ صحيفة أعمالنا ويعرضها على إمامنا، يراها النبي والإمام علي والزهراء والأئمة كلهم يرون صحيفة الأعمال، الأعمال اليومية. هسه أكو رواية
باليوم الواحد ثلاث مرات يشوفون أعمالنا، أكو رواية مرة واحدة، أكو رواية ليلة الجمعة، أكو رواية يوم الجمعة، أكو رواية بالشهر مرتين، أكو رواية بالشهر مرة. لكن هذا العمل يعرض على الإمام المعصوم، يعرض عملكم على إمام زمانكم فتصرفوا. أنت بقى شلون تتصرف؟ سيعرض عملك على إمام زمانك، فيه غيبة راح يشوف الغيبة، فيه صدقة راح يشوف الصدقة، فيه بر والدين، فيه مقاطعة للوالدين، فيه أذى للجار، هاي كلها راح يشوفها إمام زمانك. أكو هناك أعمال توجب سخط الإمام على الإنسان، أعوذ بالله، إنسان يزني أجاركم الله، إنسان يلوط أجاركم الله، إنسان يسكر أجاركم الله، هذا اللي يصنع هذه القضايا الإمام يسخط عليه، يزعل منه. وأكو هناك من يصنع أعمال الإمام يدعو له، وحدة منهن إذا في صحيفتك دعاء لإمام زمانك، إمام زمانك يدعو إليك، في صحيفة أعمالك تصل أخاك لله، أخوك هو أكو أخو ما يجرح أخو، جيب لي ترى أنا وأنتم من فرد شقة، من فرد دار، من فرد بيت، من فرد عشيرة، إحنا أولاد ديرة وحدة، ندري اللي يمر عليكم مار علينا، أكو واحد ما أخو جارحة، أكو واحد ما ابن عم غاثة، ماكو. لكن لو لله تروح له، جرحك ضمه بقلبك بس روح له لله. يوم الأيام رجل يدخل على الإمام الصادق عليه السلام، الإمام يقول له أنت أمس زرت ابن عمك؟ قال له إيه نعم. قال له أنت المقرر اليوم تموت، لكن لأن زرت ابن عمك الله مد في عمرك 30 سنة. قال له مو بس 30 سنة، لا هاي 30 سنة 30 سنة مباركات، راح تروح بين البيت الله، راح تحج بيهن، راح تزور بيهن، راح تتصدق بيهن، راح تصلي بيهن، راح ما تذنب بيهن، راح يصير خوش إنسان بيهن، خوش 30 سنة. ذنيك مو ذنيك المضن عليك 40 50 سنة المضن عليك مو خوش 50 سنة، بس هذني خوش 30 سنة لأنك صنعت هالصنيع هذا. الفائدة من أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس ترى الأئمة ينظرون إلى أعمالكم، يعني ديروا بالكم، يعني أنت الآن إذا خلونك في مكان تصنع تعمل وأكو واحد صاحب العمل فوق رأسك يباولك، أنت شلون كنت تعمل؟ بأفضل ما يكون، مو لولا بأحسن ما يكون، لأن هذا فوق رأسك يباولك. أنت الآن في الدنيا مخير، بناك في الدنيا مخير، أنت تعتقد في الدنيا مخير كيفك، لكن أنت مو لكن أنت في الدنيا ما مترك، مخير بس ما مترك. أكو هناك من ينظر إليك وينظر إلى أعمالك، فعلى الإنسان أن ينتبه إذا أكو هناك من ينظر إلى أعماله، إذا أكو فد عمل يصنع من الإنسان إنسانا عملاقا في عين العصمة، وهنالك عمل يرجعه من أحسن تقويم إلى درك، إلى أسفل، إلى حطام، إلى أذى، إلى سخط، إلى لعنة السماء، إلى لعنة الأرض. وإلا هو شنو الفرق بين فرعون وبين إبراهيم؟ فرعون إنسان ما يقر بالوحدانية ولا يريد طريق الحق، وإبراهيم ينادي بالوحدانية. اثنينهم دم وعظم لولا، اثنينهم نفس لولا، اثنينهم إنسان لولا، لكن هذا أعمال صنعت منه نبي، هذا أعمال صنعت منه لعنة دنيا وآخرة. الإنسان ما أحوجه إلى عمله الصالح. القرآن يقول كل نفس بما كسبت رهينة، يأتي النبي يقول صلى الله على الباكين على الحسين، شوف الربط، هنيئا لمن كان رهينا بدمعة سيد الشهداء.
صلى الله على الباكين على الحسين. شنو صلى الله على الباكين؟ شنو معناه؟ لأن الإنسان طيلة السنة مثل الجاهل يطلع برا، نبي يطب الخيس، نبي يطب الماء، نبي يطب التراب، نبي يطب يجي ملوث. بس إذا إجا عاشوراء وجرت دمعته وجرت عبرته وتوافت على مجالس الحسين، نقوه طهروه نظفوه. هسه خاف أقول حكاية ويعترضون علي بعض الشباب. يا مؤمن يا موالي، إذا إجا عاشوراء والناس بكت على الحسين، أكو ناس حتى من تبكي على الحسين ما يصلي الله عليها لأن عندها ذنوب كثيرة. المعصوم يقول أخذ من عملي وأضيف على صحيفة أعمالي. تسمعني يا شباب، تسمع ايش قاعد أقول لك؟ جاي تشوف شنو من إمام عندك؟ والرد بالمثل يا مؤمن، الرد بالمثل، الشجاعة الرد بالمثل.